السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم برامج البيم اللي عندنا أركيكاد من جراف سوفت، وده أول برنامج اتعمل في البيم، وهو برنامج قوي جدا الحقيقة، وهو فيه جزء كبير جدا أركتكشر هائل، وفيه استراكشر وفيه ام اي بي. طيب بعد كده بنلاقي برنامج ممتاز برضو اسمه اول بلان، هتلاقي البرامج دي كلها مشروحة على قناة بيم أريبيا، هحط لك الروابط أسفل الفيديو. والبلان من البرامج القوية جدا، وفي بعض المزايا مش موجودة غير فيه، يعني في سهولة جدا مثلا في التسليح، ففي ناس كتيرة جدا بتحب انها تشتغل بيه. السيفل 3D من البرامج برضو القوية في البيم، وده خاص بالانفراستراكشر ديزاين اند دوكيومنتيشن سوفت وير. في برضو فيكتور وورك برضو مشروح على بيم اربيا، وبرنامج تيكلا من البرامج القوية جدا اهوت، ده اكتر حاجه قوي فيها الاستراكشر ستيل، وشغال في اي حاجه استراكشر. طيب بعد كده بنلاقي برنامج اسمه كيرو، وفي اجزاء قويه جدا في التيك اوف وفي الحصر. في ده برضو البرنامج دوت اي سي تي كاد. طيب تعالى بقى ندخل على البرامج المشروحه في بيم اربيا. لو دخلنا على البلاي ليست اللي هنا هنلاقي الفن السبع ده افلام، كورس ريفت الكهربائي، فهتلاقي فيه كورس ريفت كهرباء وريفت ميكانيكا وريفت معماري وريفت انشائي. في اوبن روتس ده من البرامج برضو القوية الخاصة بالطرق، وفي بنتلي اوبن بيلدينج ديزاينر، ده كان زمان اسمه ايكو سيم. في برامج فيوزر ده بيفيد في حاجات كتير قوي، اقوى حاجة فيها الفور دي. سوليبري اوفيس ده بيتاكد ان مفيش مشاكل في الشغل بتاعك. بيم كولاب ده برضو بيعمل فحص الكلاشات وبيعمل حصر من البرامج القويه برضو. تريبل كونكت كوماند داتا انفايرمنت ده كان مهندس بليل هو اللي كان بيشرح فيه. بلينري ده بيم مانجمنت بلاتفورم، يعني زي كوماند داتا انفايرمنت. فيلد واير ده برضو من المواقع الحلوة في المراجعة. تينكر كاد ده من البرامج اللذيذة، حتى الأطفال ممكن يبدأوا يشتغلوا بيها، تقدر تعمل أشكال سهلة ولذيذة. وبرضو الأطفال برضو في برنامج أليجيدو ده من البرامج برضو القوية، بتعلم الأطفال الفيزياء. أوبن ستريت ماب دي قصة طويلة قوي لذيذة، إن أنت ممكن تعمل خرائط ثلاثية الأبعاد وتشارك بيها حتى لو أنت مش متخصص. انا حتى مثلا هنا في قطر في برنامج اسمه كارتا فيو، بس طبعا الموبايل واركبه في العربيه وانا ماشي بصور. بيم جي اي اس، في كبسوله بيم كانت بعض الفيديوهات السريعه، عملت فيديوهات كتير بس ما حطهاش هنا. في الكود والستاندرد دي برضو. طيب في هنا بيم جيم بلاي، دي كانت مباني كامله بتعمل في فيديو واحد، بتلاقي مثلا تعمل استاد وهكذا. بودكاست كانت حاجات صوتيات. طيب بعد كده بنلاقي المحاضرات بي ام بي سيفل، دي ورشة ممتازة جدا، دي مشروع كامل بدأنا من الزيرو لحد ما وصلنا لمستوى حلو اوي فيه. دي برمجة، برنامج بريكس كيد ما اشتغلتش بيه فما اعرفوش. ده برنامج اوبن سورس بنرسم بيه. في تاني الفوتوشوب، ان شاء الله نعمل كورس كامل فيه خاص بيه، ازاي بنستخدم فوتوشوب في الشغل اللي بيطلع من الكاد او من الريفيت او من اي برنامج، يعني الحاجات المعماريه، مش عايزين نقعد نشرح الاوامر العاديه. طيب دي برامج الاوبن سورس، البرامج المجانيه القويه احسن حاجات ان شاء الله. دي ادوات مساعده لو انت عايز تعمل دروس منافسه وتغطي علينا وتعلم علينا، اسمع دي ان شاء الله تفيدك باذن الله. دي هنا شرح الاوفيس، ده شرح برنامج اسمه اس بي اس اس، ده في تحليل احصائي كورس، وده برنامج اوبن سورس. بس فايندر ده برنامج ممتاز لو حصل حريقه او حصل حاجه في الناس تمشي ازاي وكده. السيتي انجن من البرامج القوية جدا في عمل الانفراستراكشر. الارك جي اس دلوقتي ان شاء الله بنشرح في الارك جي اس برو،
بس اول ما اخلص كورس الكيو جي ايس ده. برنامج ممتاز جدا، ريال تايم لاندسكيب اركتكت، سهل جدا ان انت تعمل بيه مباني جميله جدا، ودي من حاجات يعني الاطفال نفسهم ممكن يلعبوا بيها ويستمتعوا بيها. بعد كده اللي عندنا تلميحات، يعني في حاجات بتبقى ادفانسد شويه او حاجات ممكن تكون بسيطه سهله بس يعني مش في الكورس نفسه بتاع الريفت، فجمعناهم مع بعض 331 فيديو تقريبا. القناه عليها 6000 وي. باور بي اي ده بنقدر ناخد البيانات ونعملها بشكل فيجواليزيشن شكل جميل يعني. انريل ده محرك العاب، التوين موشن بنعمل بيه ريندر، ومستو ان هو اوبن سورس ومجاني. بعد كده بنلاقي الفيكتور وورك ده اللي حكينا فيه، جافا سكريبت للبرمجة وجنبيها طبعا ال HTML و CSS. لو انت عايز تبرمج جوه الفورج خش في جافا سكريبت، هيفيدك جدا يعني. البلو بيم ده تقدر تعمل مراجعة على اللوحات. اني لوجيك ده كان برنامج خطير، تمام، برنامج لذيذ جدا في حاجات كتيرة، مثلا لو حصل حريق الناس تمشي ازاي، المسارات، في حاجات خاصة بالطيارات، في حاجات خاصة بالفيزياء، برنامج تحفة يعني. يعني قليل اول ما استخدمته في شغلي، بس في ساعات بيبقى ناس مشاريع واقفة عليه او محتاجاه يعني. جراس هوبر ده برنامج بيشتغل جوه الراينو، الراينو برنامج ممتاز بتعمل بيه اشكال لذيذة يعني. ديزاين بيلدر احسن برنامج للتحليل المناخ تدفق الهواء والرياح والظلال والحاجات دي كلها. ايكوتكت من البرامج برضو اللي ينطبق عليها الكلام بتاع ديزاين بيلدر، ولكن بقاله فترة طويلة جدا ما تحدثش ووقف منه اوتوديسك. نخش في تاني، كان هنا بعض الاسئلة في البيم كده بنختبر بعضنا. الريكاب ده لو انت عندك ليزر سكان بتشوف ازاي تحوله لموديل بيم. لغة برمجة اسمها رينج، دي لغة برمجة اللي عاملها محمود فايد، ودي لغة برمجة اوبن سورس ومجانية ممتازة جدا جدا يعني، يا ريت الناس تعلمها. المبرمج راجل محترم جدا يعني. الكورس بتاع الفابريكيشن كاد ام اي بي ده لو انت خلصت شغل التكييف فبتبدأ تشوف هتبعت للمصنع هتقطع قد ايه. البحث العلمي دي كتب غيرت حياتي. اليونيتي محرك العاب. بعد كده شرح فيديو اوتوليسب برمجة الاوتوكاد. هنا اوتوكاد الام اي بي من برامج البيم برضو. اوتوكاد بلانت لو انت عايز تشتغل في شغل محطات. السينكرو ده برنامج بيعمل 4D بشكل جميل جدا، عملت بيه كذا مشروع ان شاء الله هحاول ارفعهم. فري كاد ده برنامج اوبن سورس بيشغل كاد وبيم وكام. دي لغة البرمجة اللي هي سي شارب. بعد كده دي بعض المقالات مكتوبة. الفاسيلتي مانجمنت، الاستدامة، في حاجات كتيرة جدا متخصصة في الليد والجي ساس وهكذا. بعد كده برنامج الانديزاين ده اللي كنا بنبرمج بيه، اللي كنا بنكتب بيه او بنصمم بيه مجلة بيم اريبيا. كتاب عمارة الفقراء. كوانتيتيك اوف حصر. اوتوكاد سيرتيفايتي ده لو انت عايز تدخل الامتحان تقدر تستمع ليها وتشوف، يعني هو نفس الأسئلة اللي جت في الامتحان يعني. ريفت ام اي بي برضو دي الادنس، اشهر ادنس الواحد شغال بيها وفادته في 200 واحدة. البيم مانجر ده كورس بيشرح البيم مانجمنت، بيم 360 هنا ازاي تشتغل وتعمل فاميلي انت بنفسك. فيوجن 360 ده برنامج بتقدر تعمل بيه حاجات ثلاثية الأبعاد، ممكن تعمل بيه فاميلي وتدخله جوه الريفت. في فورمات ده برضو ممكن تعمل بيه حاجات فاميلي. الانفرا ووركس ده بتشتغل بيه 360 ده كويس جدا في طرق والشبكات. اوجمانتد رياليتي لو انت عايز تعمل شغل فيرتشوال رياليتي او اوجمانتد رياليتي. دول برمجة سكراتش دي بالنسبة للأطفال، حتى معاذ ابني برمج بقى شوية حاجات، هو كان عنده 4 سنين حاجة زي كده. برمجة البايثون ودي أفضل لغة برمجة أو رقم واحد. برمجة بالمايكروسوفت دي دور تخطيط المشاريع بالمايكروسوفت بروجكت. كورس الراينو اللي احنا كنا كنا عليه في الجراس هوبر ده المحاضرات جست بيمت، فكرة البيم نفسها يعني، فكرة البيم نفسها معمول لها 473. ده الريفت اركتكشر الامتحان لو انت عايز تدخل الامتحان. ده الريفت رندر حاجات خاصة بالرندر.
ان شاء الله نركز عليه شويه، بس انا كنت معتمد ان احنا بنرندر في برامج تانية، فخلينا نشوف لو احنا ما عندناش برامج تانية وهنرندر جوه الريفت من المشاريع اللي الواحد كمالها يعني. ده شرح اوتوكاد، ده ازاي تعمل تمبليت في الريفت، ده ازاي تعمل تشتغل بقى على الليبري كاد، ده من البرامج الاوبن سورس، كيو كاد اوبن سورس، جيمب ده بديل للفوتوشوب، ده لينك انكسكيب ده بديل لاحد برامج ادوبي الستريتور، ده ايكو سيم، ده مايكرو ستيشن، هما الاثنين بنتلي، اول بلان اتكلمنا عنه من شويه، الدينامو ده البرمجه جوه الريفت، تشيف اركتكت ده البرامج الحلوه برضو الواحد يحترمها، الريفت ماس ازاي تعمل ماس، الاركيكاد، السينما 4 دي. انا كنتش عامل حساب ان احنا نفتح القايمه دي، كنت عامل حساب بس الحاجات اللي فوق بس. حلو، ده شرح الريفت ام اي بي، اليومن شرح السيفل، شرح السكتش اب، النفس وركس ده بيعمل 4 دي و5 دي، 3 دي ماكس، بلندر ده برنامج بنفس 3 دي ماكس وقوي جدا وممتاز ومجاني واوبن سورس وكل ما تشاء، شو كيس ده برنامج كان بيعمل رندر حلو، برمجة الاندرويد انت برامج جوه الاندرويد بس بحاجات سهلة جدا ما استخدمناش اكواد ولا حاجة خالص. ده شرح الريفت المعماري 400 فيديو، لو سمعت اول مجموعة كفاية يعني، احنا بس ايه كان كل شوية حاجات سبيشيال يعني، بعد ما شرحنا سلام، طب واحد عايز سلم يكون سلم نايلو والعتبة جزاز والحاجات ديت، عملنا له الحاجات كلها ازاز وكل حاجة اللي هو عايزها. تمام، بس دي اهم برامج البيم، وجزاكم الله خير.